استلقي على البنش تحت جهاز السميث وباستخدام قبضة محكمة مباعدا بين يديك بمسافة مساوية لعرض كتفيك تقريبا. قم بتحرير البار من قفل الأمان واحمله أمامك مع مد ذراعيك تماما. خذ شهيقا وابدأ بإنزال البار نحو الأسفل حتى يلامس منتصف صدرك. احرص على إبقاء كوعيك مقاربين لجانبيك طوال التمرين، وذلك لتركيز الجهد على عضلات الترايسبس بخلاف وضعية الكوعين بتمرين الصدر. توقف للحظة عند تلك الوضعية، ثم أطلق زفيراً وارفع البار مرة أخرى نحو الأعلى لوضعية البداية بجهد من عضلات الترايسبس، مع الملاحظة بأن إنزال البار يأخذ ضعف الوقت المستغرق لرفعه.